سؤال الامتحان يقول لك جد معادلة المماس، جد معادلة المماس لهذا المنحني عند x تساوي كذا، x تساوي 1، x تساوي 2. اذا هنا من يقول لك عند x تساوي 1 معادلة المماس احتاج فيها، نقطة. اول ما الاكس اعوضها بالاصلية حتى استخرج الواي. اذا من ابدي بالحل، راح يصير هنا من الاكس تساوي 1 يؤديها 1 تربيع 1 3 في واي، هذا 3 واي زائد 4 تساوي 1 زائد ينون. ايش راح يصير عندي هنا؟ هاي معادله من هذا الدرجه، الدرجه الاولى اجعل المتغيرات الطرف والثوابت الطرف. اذا راح يصير عندي 3 واي ناقص 2 واي تساوي 1 زائد 4 5، احولها الى الطرف الاخر سالب 5، اذا 1 ناقص 5 سالب 4، اذا يؤدي الى واي تساوي سالب 4، اذا صارت نقطه التماس شنو؟ واحد سالب 4، إذا راح أقول 1 سالب 4 هذه نقطة مع شحتاج ميل مماس هو منه مشتقة أولى، لكن شنو نوع الاشتقاق؟ الاشتقاق ضمني، نوع الاشتقاق اشتقاق ضمني. في الاشتقاق الضمني من أريد أشتق أي شيء يصير قدامي أشتقه، لكن من أشتق الأكس أشتقه وعوفه، ومن أشتق الواي لو أكتب واي فتحة لو أكتب دي واي على الإكس. خليها 2 إكس زائد ذولا بيناتهم ضرب يعني قاعدة 5. الأولى هي 3 إكس في مشتقة الثانية واي فتحة زائد الثانية واي في مشتقة الأولى هي 3 يساوي، لأن مشتقة الأربعة صفر، مشتقة الاكس هي 1 زائد مشتقة 2 واي 2 واي. هسه ورا ما اشتقيت الحدود اللي بيها واي فتحة اخليها بطرف، الحدود اللي ما بيها واي فتحة اخليها بطرف. ليش؟ راح اصير 3 اكس واي فتحة ناقص 2 واي فتحة، هذا جدا يساوي 1 ناقص 2 اكس ناقص 3 واي. ليش الحدود اللي فيها واي فتحة اريدها بطرف؟ اسحبها عامل مشترك، اذا نقول واي فتحة 3 اكس ناقص 2 تساوي 1 ناقص 2 اكس ناقص 3 واي. اذا معناها الواي فتحة تساوي 1 ناقص 2 اكس ناقص 3 واي على 3 اكس ناقص 2. هسه ورا ما اشتقيت راح اعوض الاكس 1، اذا راح اقول ميل المماس يساوي مو بس مكان الاكس 1، راح اعوض مكان الاكس 1 ومكان الواي سالب 4. اذا ايش راح يصير عندي؟ 1 سالب 2 في 1 هذا سالب 2، سالب 3 في سالب 4 راح يصير موجب 12 على 3 في 1 على 3 ناقص 2. اذا ايش راح يصير عندي؟ 12 ناقص 2 10 زائد 1 11 على 1 اللي هو 12. صار عندي ميل مماس معلوم ونقطة تماس معلومة. هسه راح اكتب القانون واي ناقص واي 1 يساوي ميل في اكس ناقص اكس 1 معوض. اخاف يجيك سؤال مثلا اكس تربيع زائد واي تربيع تساوي 25. صيغة السؤال يقول لك شوية انتبه عليها مهم جدا، جد معادلتي المماس، جد معادلتي المماس للمنحني عندما اكس تساوي 3، عندما اكس تساوي 3 ايش راح اسوي هنا؟ راح اعوض مكان الاكس 3 يؤدي الى 9 زائد واي تربيع تساوي 25. اذا معناها يؤدي الى واي تربيع تساوي 16، اذا معناها الواي تساوي موجب سالب 4.
دائما خلص من التربيع اكتب موجب سالب. اذا كم نقطه تماس صارت عندي؟ صارت نقطتين تماس. اذا راح تصير عندي 3 سالب 4 و3 4 اذا كم نقطه اي تماس؟ بعد شري اريد ميل المماس. ميل المماس هو شنو؟ مشتقه اولى. راح اجي اشتق المشتقه الاولى اقول 2 اكس زائد 2 واي واي فتحه تساوي صفر. هذا حول الى الطرف الاخر يؤدي الى 2 واي واي فتحه تساوي سالب 2 اكس. اذا معناها الواي فتحه شو تساوي؟ سالب 2 اكس على 2 واي معناها سالب اكس على 2. كم نقطه تماس عندي؟ نقطتين. كم ميل مماس عندي؟ راح يصير 2. كم معادله مماس؟ معادلتين. اذا ايش راح اقول هنا؟ عند النقطة 3 4 يؤدي إلى ميل المماس يساوي سالب 3 على 4 واكتب معادلة. وبعدين عند النقطة 3 سالب 4 ايش راح يصير الميل؟ سالب 3 على سالب 4 سالب 3 على سالب 4 والمساوي 3 على 4. هسه هنا عندي ميل ونقطة اكتب معادلة، وهنا عندي ميل ونقطة اكتب معادلة ثانية. إذا شو تصير المعادلة الأولى؟ واي ناقص 4 يساوي ميل المماس في اكس ناقص 3. هنا ايش راح يصير عندي؟ واي ناقص ناقص 4 يساوي ميل المماس في اكس ناقص 3. هذا ايش راح اسوي له؟ الاربعه تنضرب بالطرف اليسار والسالب 3 بالطرف الايمن، وبعدين اصفر المعادله وهنا استخدم نفس الطريقه.